صباح الخير يا جماعه، النهارده هنبدا بصديقنا بهجت. يا جماعه انا حاولت كتير بس مش عارف احب الكوره. انت متاكد ان الكوره دي اكبر مشكله عندك؟ قصدك ايه؟ بص يا بهجت يا صديقي، كلنا في الاعاد نفسنا نحس بالدفء والاطمئنان ده، لكن للاسف احنا اتحكم علينا ما ينفعش نقعد القعده دي ابدا. وفي مقوله مهمه هنا بنقولها عشان ما ننساش: حط الانكل على الركبه تتاكل من دروكبه. هو مين دروكبه ده؟ لا، مشكلتك مع الكوره دي بقى نحلها لك المره الجايه. الرجوله مش سهله، اشرب بيرل، مشروب شعير طبيعي طعم يغطي على المر اللي بندوقه. بيرل